وكان سؤالنا على شكل المسابقه والتصور الافضل بقى من وجهه نظره لمسابقه الدوري في الموسم الجديد. يعني انا شايف ان الدوري احسن حاجه يتعب من دور واحد او مجموعتين ويخلص قبل شهر 5، دي وجهه نظر. احنا عاملين زي واحد مش لاقي ياكل فبيستلف، السنه اللي بعديها بيستلف، السنه اللي بعديها بيستلف، السنه اللي بعديها بيستلف، هتتراكم عليه الاستلافات دي، هيجي في سنه واحده مش هيلاقي حاجه. هنلاقينا داخلين في شهر 1 السنه الجديده. لا، احنا نخلص السنه دي ونخلي الدوري يخلص شهر 5 عشان نبتدي المواسم بعد كده متتاليه. ايه السيناريو الاقرب من وجهه نظرك؟ يعني بص، انا قبل اي حاجه السيناريو الاقرب من وجهه نظري اعتقد انه يبقى احسن سيناريو العب دوري من دور واحد في ملاعب محايده واخد 8 و10 ويلعبوا مع بعض وينزل بعد كده. تمام. ليه؟ لان ال8 وال10 اعتقد ان استحاله من دور واحد يخرج الانديه الكبيره عن الثمان فرق. تمام. استحاله. تمام؟ لو حتى فرقه غير موفقه في 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 دور استحاله، يعني هتقل عن ترتيبها، هيتراجع قوي، هيتراجع عن الثامن. تمام. والعكس صحيح، لو فرقه موفقه في الدور الاولاني من الفرقه اللي بتنافس تحت استحاله تقعد لحد الدور الاولاني ما يخلص. تمام. وبعد كده الثمانيه يعني اللي فوق، يعني التصور ده يحقق مبدا تكافؤ الفرص من وجهه نظري. تماما، لان الثمانيه اللي فوق بعد كده هيلعبوا بعض، والعشره اللي تحت هيلعبوا بعض بقى. هم العشره اللي فوق هيلعبوا بعض والثمانيه اللي تحت هيلعبوا بعض. العكس. 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 الثمانيه اللي فوق هم يعني مش هتفرق كانت كده او كان كده. ممكن يعني يرجع يقول لك 9 و9 مثلا. مثلا برضه. ففي الحاله دي هيبقى في تكافؤ الفرص. تمام. تماما من وجهه نظري. تمام. دي نمره واحد. الاهميه في كده ايه؟ ان انت هتقلل عدد ماتشات الدوري حوالي مثلا 10 5، يبقى انت بتقلل 12 مباراه، 12 مباراه ب 12 اسبوع بثلاث شهور. لا، انت هتقلل عندك 17 وهتلعب 9، هتلاقي 26، هتقلل 8 ماتشات بس. ده في العشر. ده في العشر. في الثمانية اللي هم الأهم اللي بيشاركوا في أفريقيا. أيوه. في الثمانية اللي بيشاركوا في أفريقيا هتقلل 24. لهم. هتقلل لهم كم؟ 10 ماتشات. 10 ماتشات. 10 ماتشات يعني شهرين ونص. تقريباً. صح؟ طب تخيل بقى إن يعني إحنا وصلنا كأس عالم. شهرين ونص. إحنا كنا بنلعب 19 ماتش في 30 يوم. بالظبط. أيوه 19 ماتش في 30 يوم. أنت بتتكلم على الطبيعي. بس قعدت بعد قبليها 17 مباراة بتلعبها في قد إيه؟ في حوالي 7 شهور. فيعني القصه في الاول وفي الاخر مش تحديد. انت المشكله ان انت لو وصلت كاس عالم ممكن ما تلحقش تكمل الدوري خالص وتلغيه وتعمل زي الدوري بتاع 89 90 لو تفتكروا، بتاع كابتن جوهري لما لغاه. فانت غصب عنك، انت لو ما اتخذتش اجراء حاسم دلوقتي وقلت دلوقتي يا اما ما فيش، مش لان انت السنه الجايه لو لعبت دوري كامل هتخلص شهر 10، هتبتدي اللي بعده في 11، تخلص في شهر 11 وهكذا دواليك.